اهلا بيكو، النهاردة هناخدكو جولة معانا في شارمليون كلاب ريزورت 5 ستار، فندق من احلى فنادق شرم الشيخ. زي ما احنا شايفين الفندق مساحته كبيرة جدا، واول حاجة هنشوفها سوا الفيو من الغرفة. الفيو هنا للكاميرا او للغرفة بيطل على البيتش زي ما احنا شايفين كده. الفندق المباني بتاعته المباني العثمانية او من عصر المماليك، الطراز القديم بجد حلو جدا جدا، مريح للاعصاب. زي ما احنا شايفين الفندق واسع، البيتش بتاعه جميل جدا، بيمتاز بالخصوصية. بجد فندق من اروع الفنادق اللي برشحها لكم. لو حابين تستجموا كده وتقضوا اجازة حلوة، ياريت تختاروا الفندق ده وتجربوه، ومش هتندموا خالص على الاختيار. شايفين البيتش بتاعه عامل ازاي؟ وكل شمسية مع الكراسي الخصوصية، ما بتبقيش كشفة اللي جنبك. هنا كده هننزل سوا وهنشوف الفندق مع بعض، وهنعرف كل حاجة كده باختصار شديد. هنا المباني الحمراء دي، ده فندق شارمليون اكوا بارك. برضو هناخد جولة سريعة كده في الاكوا بارك، في جزء مخصص للاطفال وجزء تاني للكبار. منصحش طبعا اللي قلبه ضعيف يروح اللي هو الاكوا بارك بتاع الكبار. اي نعم جربت كام حاجة فيه وقلت اول واخر مرة، في العاب صعبة جدا وفي العاب يعني متوسطة. يعني الحمرة دي كانت من اصعب الحاجات اللي عمري ما هجربها، ولا حبيت ان انا اجربها من اللي شفته واتعمل في الناس اللي كانوا معايا. جربت انواع كتير بس برضو قلت مش هجرب الاكوا بارك تاني خالص. هنكمل بقى جولة مع بعض كده داخل الفندق. شايفين الفندق نظيف جدا، السيرفيس فيه بجد ممتاز، الجاست اللي فيه ناس كلهم اجانب، طلاينة المان روس اوكران. بجد الخدمة فيه ممتازة جدا جدا. تقدري تدخلي من الفندق ده شارمليون ريزورت لشارمليون اكوا بارك، بتتنقلي ما بين الفندق ده وده. لو حابه تروحي الاكوا بارك ما بتضطريش تخرجي من البوابه الرئيسيه، بتدخلي كده من الفندق نفسه. هنا كده كنا رايحين وقت الغدا، اول فطار على ما اعتقد، وجوله كده بوريكم برضو الفيو واحنا ماشيين. شايفين البيتش رايق ازاي وهدوء بجد ممتع، مريح جدا جدا للاعصاب. يعني لو انت باسرتك بجد هتستجموا وهتقضوا اجازه سعيده فيه. طبعا في المارينا للناس اللي بتحب تعمل الدايفنج، والناس اللي ملهاش في الدايفنج طبعا في الشاطئ رملي، في اماكن فيها شعاب مرجانيه وفي اماكن مسموح النزول فيها زي ما احنا شايفين كده. بجد يعني بيرضي جميع الاذواق. وفي مكان كده حلو فوق اسمه المقصوره، ده دايما كنا بنقعد فيه، ده كده بنحجزه من الصبح، والمكان ده بيكون مخصص لنا كلنا، وطول اليوم بنكون قاعدين وحاطين حاجاتنا فيه. نيجي بقى للبسين او البول بتاعه، كبير جدا وبرده فيه كذا جزء للاطفال وجزء للكبار، حلو جدا بجد حاجه ممتعه. يعني كل حتة في الفندق بجد معمولة بمزاج، معمولة برقي، معمولة بشكل جميل ومريح للأعصاب. يعني حتى شكل الشجر فيه بجد كان عاجبني جدا، كل شجرة مقصوصة بشكل مختلف غير التانية. بجد كنت مبسوطة جدا جدا من شكل الشجر، يعني اللي كان بيقص الشجر فعلا فنان. الفندق نظيف جدا، شايفين المباني، المباني العثمانية، حتى الفرش بتاع الاوض برضو من الطراز العثماني. بجد حاجة تحسي كده اللي انت ملكة في الاوضة بتاعتك، من الجمال ومن النظافة اللي فيها. هنا كده بوريكو واحنا رايحين على الرستورانت، وبرضو هناخد جولة كده سريعة للرستورانت بتاعه، كبير جدا والاكل فيه متنوع. للناس دايما اللي بتهتم باي فندق بنوعية الاكل، الاكل فيه حلو جدا جدا. يمكن انا اقدر احكم على وجبة الفطار او الغداء، العشاء دايما كنا بنتعشى في مطاعم خاصة، بس برضو يعني يقول ان كان بيقدم وجبات حلوة جدا في العشاء. هنا كنت بصور الصبح بدري، كنا راجعين من رحلة سفاري، ف
فكان لسه بيحضروا للفطار، وطبعا استأذنت ان اصور البوفيه وكان لسه بيترص، حتى قالوا لي لو انتظر 10 دقايق، بس كنت راجع مجهدة جدا فحبيت ان انا اصور، وهنا البوفيه ما كانش لسه كامل في الرص. بس طبعا شايفين الاذواق، تورتات، تشيز كيك، الفريش فروت، كل حاجة بجد يعني تحبيها. الناس اللي بتحب تاكل الفطار زي الروس اللي بيحبوا ياكلوا الفطار التقيل الصبح بيلاقوه حاجات وجبات خفيفة، يعني بيرضي جميع الأسواق، ركن حتى للناس اللي هي بتحب السبايسي. وهنا صورت، كان ده وقت برضو الغدا، نزلت صورت كده شوية برضو قبل ما حد يجي، ركن خاص للناس اللي هي بتحب الحاجة السبايسي، السلطات. بجد الأكل فيه كان ممتاز، كان متنوع جدا، كان فيه كل حاجة متوفرة، رز، مكرونة، وده بشكل يومي، لحوم، أسماك، طيور، كل حاجة بجد كانت متوفرة بشكل يومي ومتنوعة. ما حسيتش ان انا في يوم اكلت اكل زي اليوم اللي قبله، الاكل فيه كان ممتاز جدا جدا. وهنا ده كورنر للسلطات للناس اللي تحب تكون السلطة بنفسها، برضو كان زي ما احنا شايفين الشيف لسه كان بيرص، وكان يعني متضرر جدا بيقول لي انتظري بس 5 دقايق اكمل بقية البوفيه وبعد كده صوري براحتك، وانا كنت مستعجلة. وده كده الكورنر بتاع المخبوزات او بتاع العيش، الباتون ساليه، الفوكاتشا، البيتزات الصغيرة، العيش السن، العيش الكايزر بانواعه، العيش الفينو، كان انواع كتيرة جدا ومتجددة كل يوم، كنت بشوف انواع تانية مختلفة غير اليوم اللي قبله. ده كده كان جزء من الغدا، كنت بصور على قد ما اقدر. وهنا كان برضو جزء السمك، كان اليوم ده فيه سمك، والسمك متوفر بصورة يومية كل يوم بشكل جديد. هنا السمك المشوي بالسلطات بتاعته، وهنا انواع الصوصات للمكرونة، والشيف طبعا بيسلق المكرونة قدامك وبتختاري اي نوع هو بيخيرك وانت بتختاريه وبيسلقه على طول، والبطاطس دي متواجدة بصورة يومية. وهنا الكورنر الاخير ده كان دايما للكريب، للوافل، لحاجات كده مخبوزات معينة. تاني حاجة هكلمكم عليها انواع المطاعم، طبعا ده المطعم خاص بالسيفود، رحنا مرة اتعشينا فيه وكان جميل جدا، وكانوا محتفلين بينا احتفال خاص، بجد اكلهم حلو جدا جدا. المطعم ده على البحر مباشرة او على البيتش مباشرة، ده غير كمان المطعم الفرنساوي والمطعم الياباني والمطعم الهندي، كان لنا تجارب كتير في مطاعم كتير، كان كل يوم العشاء بيكون في مكان مختلف، ما كناش طبعا بنتعشى غير يوم او يومين في الفندق نفسه. نيجي بقى لقاعة الاحتفالات، الفندق مزود بقاعة حلوة جدا بيتم فيها الاحتفال يوميا من الساعة 9 للساعة 11، دايما بيكون اول تلت ساعة مخصصة للكيدز من العاب ومسابقات، وبعد كده بيتم بقى الاحتفال للكبار، عبارة عن برضو برامج او حاجات متنوعة، ما بين حاي، ما بين هنا رقص التنورة، ما بين الرقص الشرقي، ما بين مسابقات، ما بين حاجات حلوة جدا مختلفة. يمكن انا حضرت يومين برضو، وهو يوم واحد بس اللي انا صورت فيه، وكان العروض حلوة جدا جدا وعجبتني، بس دايما فترة الليل دي كان بيبقى ورانا حاجات تانية، فما حضرتش غير يومين بس في القاعة دي او في المسرح اللي بيعملوه للاحتفال اليومي. هسيبكم بقى تستمتعوا بالتنورة وجمال التنورة ورقص التنورة. عجبني هنا كمان جدا الحركة اللي عملها، الجنة اللي كان بيلف بيها قلبها كده شكل بيبي ولف بيها ورقص بيها وبعد كده رمى البيبي، كانت جميلة جدا الحركة دي، والناس ضحكت عليها كتير، بس كان رائع رائع في الأداء بتاعه.
اخر حاجة بقى طبعا اللي كلنا بنحبها وكلنا بننتظرها، الرقص الشرقي. كانت الراقصة او الدانسر كانت روسية على ما اعتقد. وده كده ختام الفيديو بتاعنا النهاردة. هسيبكم برضو لحظات كده قليلة مع الرقص الشرقي، وانتظروا مني فيديوهات تانية يا رب تعجبكم وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. كانت معاكم رندا علي وإيطالي بالعربي. Yeah.